برنامج كل شيء عن الفلاح متواجدون بشرقي العاصمة تحديدا ببلدية الرغاية الشط، هنا الرغاية أقول، المنطقة التي تفصل ولاية بومرداس على ولاية الجزائر العاصمة، هنا بمزرعة سعيداني، حيث سوف نتابع وإياكم تصريحات بعض الفلاحين، بعض المستثمرين من يعانون الأمرين بسبب نقص المياه أو انعدامها تماما. هذه المساحات مشاهدينا تسقى من أعتقهم الخاص، ما تكلفهم مبالغ جمة ومبالغ معتبرة. سوف نتابع وإياكم أين وصل هذا الملف، أين وصل ملف تزويد هؤلاء المستثمرات الفلاحية بالمياه، مياه السقي الفلاحي، وأين وصلت كل مطالبهم. تابعونا. قبل 2015 كانت الأمور ماشية سارية المفعول، سالم المفعول. لما يجينا نورمال عادي 2015 غنقول بتاتا. غنقول قال لك كان موسخ موسخ موسخ، ما ولا حنا جبنا قال لك ما ماكش ما خلاص 2015 حتى اليوم اليوم هذا مغلوق. منين راكم تسقوا الأرض؟ انا نسقي بالاخر عندي شويه عندي ستين بالسهاريج كيما قلت بالسهاريج. سهاريج وتكلف. بالطونوات بالطونوات. بالطونو بالطونو. بالطونو كما الطونو قطر يدي لي ست طنوات حتى سبع طنوات ما يشبع ملف. طيب وماء البحيره ما راش يجيكم يعني؟ ماك البحيره والو، قلت لكم ديما كاس مخلوق خلقوني ايا. طيب والست تاع الحميز؟ ما جا طونا مرا كوطا ما يحرقش انايا باسكو قال لك مخلوق، باسكو قال لك الدول جايه من هنايا. ما كاش. الجهه الغربيه لا. الجهه الغربيه اه. ما كاش يا شيخ ما كاش. قال لك ما يحرقش قال لك ما كاش. وصلت تقول مقاله ديجو ما دارح ما كاش ما كاع. ديجو باش تعتبر ما فيش ما دول من هنايا. وحنا دوك واش المشكل حنا دوكا. الباج لاباس بها. هي دوك الباج لاباس بها، عطاونا البراج. البراج تاع الرغاية؟ لاباس بها. ديجا كانوا يصفوا في الماء، اثنا عليها، كانوا يصفوا قيل 60 ميل كي بار جور هكذاك يصفوها، يعاودوا يصفوها، يعاودوا تروح تدخل الواد. حنا نقول 60 ميل، عطاونا 20 ميل متكيب بار جور، تعملوا هذوك لي باسين هذوك، يعملوا باسين كل يوم الناس تسقي 24، صيف وشتاء يسقوا، ما يخلصوش. ما باش كيفاش يخموهم، ما باش تخمم تحمهم، ما باش دوكا كيفاه مشكلة. ابقى معنا سي شعبان مع مصور البرنامج، فقط تشوفوا الان حتى هذا القارص هذا الليمون راه ناقصه مياه، يعني راك تحس انه ناقصه مياه. لو تتابعوا معي مشاهدينا وحتى المختصين في المجال الري الفلاحي تحس على انه الليمون هذا ايضا وراه ناقصه المياه. يعني لو كانت المساحات الشاسعه عشرات الهكتارات اللي راهي تدير في الحمضيات وراهي تزود في الاسواق المحليه الوطنيه نتاعنا، كون جا فيها المياه متوفره لهنا يعني بالنسب اللي تحتاجها الشجره، اكيد ما نشوفوش الليمون هذا بهذا الشكل. ايضا حتى الاغصان نشوفوا فيها تقريبا يابسه تقريبا، او لانها راهي ناقصه، تبع معايا من هيه، ايضا راهي ناقصه من ها ها ها، وبالتالي كاين نقص مياه ملاحظ، وهذا الاشكال اللي كما اشاروا اه. سيتو تنقص الماء ما تجيبش ماء، احنا مش كاع في الماء، احنا مش كاع في الماء. الماء وصح، خدمة 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 مفتاح الماء وصح. أي حاجة الماء وصح، سيتو كما يقول لك الماء هو الحياة، كل حياة كل شيء حي، كل شيء حي. ودوك احنا شو الحبة شو الحبة أي صغيرة ما كيكون الماء كزيا مام المرضي ينقصوا، كي يكون جفاف لاشيس المرضي يزيدوا يزيدوا المرضي باسكو ما ماكياش وسقي عطشانا كيما لاريني لا غوموز هذوك الاخرى هذيك في العنب ثاني المرض اجي الاخر كما نقولوا الميديوم والميديوم الميديوم ولا يحكم كاع الميديوم والميديوم ولا يحكم كاع يحكم ثاني ميقص مياه كاع الماء هو صح الماء صح كاع الماء كما كش ما لا غير شوف انا نعانو تاع الصح نعانو مشكل تاع الماء وان شاء الله تكون هذا الجهات اللي راسلتوها واش راهي تقول لكم؟ راسلنا تاع الدروليك تاع المية تاع دوك تاع التراب هذاك قلنا ماشي بيدينا الكل شوف جيبها من غايه هراوه حتى ولاد الدجاج هذا حتى ولاد الدجاج الى قعدت برج بحري برج بحري الى قعدت برج بحري درقاني يلحق ليها هذا كاع يعانوا كاع هذا باش كاع مدلهم كاع مدلهم ستو المنطقة تاع بدو البحري اي تعني كثر دونك مانيش باكش باكش مش باك عندهم شي بالك سونتات ولا سونتات مش كيما بدو البحري تعني كثر بدا المشكل هذا حوالي سنة 2015 على كل حال ما كاش مقبل
النهار اللي كانت الامور يعني في الوقت اللي كانت الامور تسير كانت تسير بشكل عادي، ثم بعد ذلك هذا البحيره هذه ولات فيها نفايات مصانع ومخلفات المصانع الى اخره. ما منذ ذلك الوقت حبسوا هذا، ولكن ما تاخذوش الاجراءات اللازمه لتنقيه هذه البحيره هذه ودراسات، لانه ماهيش حاجه اللي صعيبه عند الناس اللي يعني اللي تعمل. ولينا احنا كفلاحين احنا اللي رانا نعانوا من هذا المشكل هذا. المياه موجوده وحداكم على قرب منها، ولكن لا حياه لمن تنادي. اكتفوا فقط بالوعود. وتهيكلتوا يعني في مستثمرات وشركات؟ نعم. يعني فلاحيه مهنيه بالفعل درنا عده مراسلات ولا رد. يعني ولا رد. هناك وعود، ولكن في الاونه الاخيره. على كل حال كي نولوا نرجع قليلا للوراء، هناك مشروع في خرج في 2019. نعم. هذا المشروع للبحيره تاع الرغايه، ولكن ما لم يتهيأ، ولكن لم يجسد على ارض الواقع. لسنا ندري الاسباب، وبالتالي هذه هي النتيجه. حبه ليمون كمثال راهي مخصوصه كثيرا في المياه، وبالتالي سقطت. كي تسقط راهي مذباله، يعني راهي مذباله. هذو الفلاحين يعرفوا هذا الشيء. نعم نعم. يعني يكون جات معبره بالماء تاعها ما طيحش. ويكون الانتاج وفير، وكيما راك تشوف يعني الله يبارك، يعني المزرعه راهي فيها انتاج، ولكن للاسف الشديد يعني ما مشكل المياه. والله لسنا ندري، راهي في الان كما يقولوا الكره راهي في مرماهم. على كل حال احنا فلاحين رانا واجدين يعني باش نعملوا وباش نبذلوا قصارى جهدنا، ولكن الكره في مرماهم. يعني نتمنى احنا من السلطات يعني تاخذ هذا الملف هذا بجد من دراسه الى عمل. البلديات اللي تشارك في هذا البحيره هذه الرغايه بدوه البحري بدوه ولد هداج، بلديه ولد هداج، ومن الجهه هراوه درقانه نعم نعم. يوصل كان يوصل يعني ثاني المياه يعني الف. يستخدموا الري يعني انه يشروا الماء وراهم يعانيهم. بالنسبه لنا الماء ما لحقنا من البحيره، ما لحقنا الماء الكافي من الست تاع الحميز. الامور ما زالت هي هي. الكلام موجود باللي قال يا ودي رانا نخدموا في القنوات ورانا جايبين من البحيره تاع الرغايه باش نزودوكم بالماء ويعود عندكم الماء تاع السقي 24 ساعه على 24 ساعه. الوقت اللي احتجتوا الماء وطلبتوه احنا رانا موجودين، الماء راه مفر وموجود. في هذا الكلام رانا في العام الثالث، ثلاث سنين والكلام هذا راه يدور، وفي الحقيقه يعني في الميدان ما كاين والو. ولا اذن صاغيه لهذا الموضوع. وين تشكي يقول لك ماكياج، اصبر ماكياج ماكياج. ليش يقول لك ماشي ديفو ماشي على فوق، واش فوق شكون الفوق؟ ما عرفناش كاع المشكل هذا وراه. هاول الليمون القارص كيف راه يعني من نقص المياه نشوفوا يعني حتى الحبه كيف راهي متشقه. اشاروا الينا ايضا نقص المياه ياثر حتى على الامراض يعني اللي تصيب الاشجار المثمره هذه، حتى الورقه شوف كيف راهي الورقه. نعم الزميل المصور يا ريت يعني تشوف الورقه كيفاش راهي. شوفوا ايضا ها لهنا الان، شوف الورقه هذه كاع من نقص المياه. ايضا لهنا ايضا الحبه شوف كيف راهي حتى نطيح من الشجره نتاعها، وهذه كاع من نقص المياه. تلقاها يابسه، تلقاها مكمشه، تلقاها يعني شو الحبه ايضا شوف حتى هذوك كي تحطوا كاشتر خرجت لابوس هذه جديده هذه. اه شوف لابوس هذه بنعرف جديده هذه. دوك هذوك لابوس هذه كما كنت دوك الماء مع الدواء لاريني ولا لاريني ولا كيما لي بيسرون ولا يعطاكوا ديريكت. وشفنا يعني رئيس الجمهوريه ربي يطول عمره على كل حال وربي يعاونو. المهم دار لنا هذه تصفيه المياه تاع قرصو، قلنا اللهم بارك. هاي تنقص يعني واش الاحتياجات تاع المواطن في العاصمه ولايه بومرداس والولايات المجاوره. المهم من يلحق الماء هذا على الاقل يخلوا لنا الكوطات تاع السقي، لانه علاه الفلاحه كي نقولوا الفلاحه نقولوا الماء.
دروك حنا كيعود الماء ماشي موفور، ما عندك ما تسقي وما تقعد لا شجره وحال حجره وتهرب كاع الارض اللي ما فيهاش ما واش قاعد فيها. نحن كفلاحين نناشد السلطات، وزاره الفلاحه اولا، وزاره الري، كل السلطات اللي راهي في هذا المجال تاع الفلاحه، يعني تنظرنا بعين الاعتبار في هذا الملف هذا، لانه راح يعود بخير كبير. الناس تزيد لها تشجيع باش تعمل باش تثابر في 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 المجال هذا الفلاحي، ويعني والله غير كاين فلاحين راهم كيما يقولوا متعطشين باش يعودوا كيما كانوا للميدان تاعهم، كيما ارضهم كيما كانوا من قبل. كون جات شعب عامة حبت تلقى الكونفلات لاكروس تكبر، دوك ما كانش الحبه ما طلعش، وتلقى الورقه صفر تطيح الورقه، ما لافي تطيح فعلا، باسكو كي تشوف لافي طاحت في الصقيق نقص الماء، ماشي دوك كي طلع شي شويه طلعت الخضار مؤخرا، طلعت شي طلعته خضار، باسكو كون جا في الصيف تلقى يابسه. كل ما كانت محفزات يعني تكون المياه يكون العمل باذن الله، يعني تكون العمل تكون المثابره والناس كلها يعني كما يقولوا يكون تنافس ما بين الفلاحين، يكون تنافس وشجره سيتو قارص الحمثيات بالنسبه عامه. كما تنقلنا من شرقي العاصمه حيث عاينا اشكال نقص المياه او انعدامها تماما، مياه السقي بمدينة الرغاية شرق العاصمة، الآن متوجهون إلى ولاية بومرداس غربي ولاية بومرداس، أيضا سوف نتابع إشكالا آخر لبعض المستثمرات الفلاحية التي تعاني من نفس الإشكال ألا وهو وعدنا. شوف كما عامسنا في 2024 هذه أعطونا نهار واحد، أعطونا سقينا سقوة واحدة وما زادوش عاودوا عطانا سقينا نهائيا، عطاونا قالوا لنا في عام كامل، في عام كامل. على كل حال والفلاحين راهم على مستوى الولايه وحتى ولايه العاصمه، هذو اللي راهم جاورينا راه الماء ما عطاوناش الوقت الحالي. احنا رانا نشوفوا دوكا ديك، يعني احنا كنا فرحنا بالبزاف احنا كفلاحين، احنا والله غير رانا نعانوا والمسؤولين بالاخص هذا. احنا كي تتكلم مع المدير الجهوي ولا كل درنا لقاء حتى مع المدير الجهوي يعني تاع السقي اللي تبع وزاره الري، درنا لقاء معاه واجتمعنا معاه وكانوا وعدونا، ولكن في اخر المطاف على كل حال ما وفاش بالوعد تاعهم، عطاونا الاشكال. وين السي علي الان الاشكال؟ وين قلت لكم نهار في عام وبعدين غلقوا، يقول الاشكال وين؟ الاشكال راه عند راه في مديريه السدود، المديريه العامه للسدود. دروك حنا كي تروح يقول لك يا ودي المدير العام للسدود، والمدير العام للسدود يقول لك انا كاين وزاره وزاره الري والسد، حنايا رانا مع على كل حنا سينا هذا بالحق، حنا شي نعرفوه كفلاحين، الانسان قبل الشجره وقبل الحيوان وقبل كذا، ولكن بس على بعد حنايا كي نشوفوا نلقاو حنايا السد فيه تقريبا حوالي 7 ملايين ولا 6 ملايين ما تركيب، يعني احنا يعطونا 3 ملايين اسيدي، على الاقل 3 ملايين ولا 4 ملايين في السنه راح تكفينا ونمنعوا المنتوج تاعنا للمنفعه العامه. يا اخي احنا مانيش راح نعوزوا للمنفعه العامه، احنا دروك احنا نعطيك مثل، احنا دروك السنه المردود تاع العنب كان متوفر الحمد لله وفضل ربي باش نقول لك المجهود تاع الفلاحين. هي شوف احيانا حتى شفنا احنا مثلا يقول لك السيد رئيس الجمهوريه ولا برنامج الحكومه ان صح التعبير في الولايات كل ماشي غير في العاصمه، عطاهم كاع لوتوريزاسيون باش يروحوا يديروا الابار الارتوازيه بالضبط، وسهلوا لهم حتى في الوقت والملف والى اخره بالضبط. بصح يا هل ترى هذا الشيء راه على لا 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 على ارض الواقع كاين ولا ما كاينش؟ هنا يولي الاشكال عند الوالي، لانه الوالي مع السلطات تاعو اللي مختصه هي 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 هي, هي صاحبه الاختصاص. ولكن قلنا قعدنا ثاني في نفس الحكايه، اسكو نروحوا لوزاره الفلاحه ولا وزاره الري؟ هاو الاشكال تاع تدخل السلطات في الامورات هذه. احنا على الاقل لازم على المشرع باش يفصل سينو راح نقعدوا في نفس المشكل. حكايه تاع الكوطه والمياه وناقصه ومشي ناقصه، الاولويه للمواطن الشرب والى اخره. دوك يجيك دوك انا مثلا ولو اي انسان اللي راهو تحت مسؤوليته للسد هذا يقول لك انا ممكن لو كان ما طيحليش الشتاء ما نقدرش نعطي لك انا الكوطه تاع باش تسقي.
احتمال ولا فرضيات والى اخره. هنا السلطات المعنيه بالامر تتدخل. محطات التحليه على سبيل المثال كاين يعني ربما محطات التحليه ما راحش للسق. ايه بس ربما يخصوها يعني. ربما ولكن هكذاك ماهيش كافيه حتى ماهيش كافيه. خلينا محطات التصفيه هذيك شيء اخر. هذيك اذا كانت موجوده ولا كانت كاينه في البرنامج شيء مليح. شيء مليح. ولكن هذيك يظهر لي هنا على مستوى المناطق المتاخمه للبحر والى اخره تكون فيها اشكال. ممكن تكون في الولايات الداخليه. دونك احنا باش نروحوا للتصفيه على مستوى الولايات الكبرى مثلا العاصمه. كاين مناطق وين ديروا الى اخره. تبان لي مازال ما درجوهاش وما ممكن خبراء مازال ما فصلوش فيها ممكن ما تقدمش مشاريع من هذا الباب. شوف الاخ يعني فيما يخص ملف الري الفلاحي بولايه بن مرداس فهو دوما كنا نقول ونصرح بكل صراحه وبكل جراه بان قطاع الموارد الري الفلاحي بن مرداس لوزاره الري فيما يخص الري الفلاحي بولايه بن مرداس فكانت هناك معاناه عديده لعده سدود تملا على اخرها بالمياه وكانت عده ست كاميرات يعني قناه الحياه وين سجلت وصورت في سد شندر ببلدية الناصرية وسد بن والي ببلدية جناد وسد بومراو واسمه سد حمرونة ببلدية سيدي داود فثلث هذه الثلاث سدود تملأ بالمياه وقنوات التوزيع مهترئة ومحطمة تماما منذ أكثر ما يفوق من 30 سنة ولم يتم تصليحها أو تأهيل هذه القنوات إلى يومنا هذا. وكذلك سد الحميد اللي كان في السابق حم بعد الاستقلال كان يسقي حوالي 17000 هكتار اصبح يعني اليوم يعني بعد ما الغزو الاسمنت على الاراضي الفلاحيه وتقلص من هذه وتحطيم القنوات اصبح حوالي 7000 او يعني هكتار فقط التي تسقى. ولكن مؤخرا في سنه 2024 فكانت هناك من طرف وزاره الري بتقديم حصه لصالح الري الفلاحي والتي تقدر ب 2 مليون متر مكعب وهذه الحصه ليست مخصصه فقط لولايه بن مرداس بل هي مخصصه لثلاث ولايات وهي ولايه البليده، ولايه الجزائر العاصمه، وولايه بو مرداس. حقيقه انه اكثر نسبه للسقي من هذه المساحات هي في ولايه بو مرداس، ولكن كذلك كانت حصه لهاتين الولايتين، ولايه البليده وولايه الجزائر الى جانب ولايه بو مرداس، من استغلالها واستفادتها من نسبه 2 مليون متر مكعب، وبعد تدخل كل الاطراف وعلى راس السيدة ولي الولاية ولاية بو مرداس مع وزارة موارد المياه كانت هناك يعني كما نقولوا كمية إضافية تقدر ب 500000 متر مكعب وهذه غير كافية أصلا يعني لكون شساعة المساحة ولكون أن هذه الولاية لها ما يمكنها بأن تكون قطب في الحي بامتياز إذا ما توفر عنصر مائي فأغلب الجهات التي هي تسقى بسد حميز هي حاليا حمضيات واشجار مثمره والتي تستهلك الكثير من المياه فكان هذا يعني عائق خصوصا مع مرحله الجفاف والتغيرات المناخيه الاخيره اصبحت هذه الولايه عرضه لمعاناه عديده ومهدده يعني بتحطيم او في يعني موت يعني وكنا حتى كان الحظ انه الامين الولائي لولايه بو مرداس كان رفق ومرافق وفد الامانه الوطنيه اللي توجهت الى السيد وزير الري ورحنا شفناه السيد طاهر البال والذي توعد انه ياخذ الامر يدرس الملف وياخذ الامور هذه المطالب بجديه وكانت بعدها هناك مراسله وجهت الى السيد الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائري الذي بعث لنا نسخه منها هي تقول ان وزاره الري تصرح حسب ما طلبناه فان هذه المشاريع كلها مسجله مقترحه للتسجيل في قانون الماليه لسنه 2025 التي نامل ان شاء الله ان يكون ثم قبول تسجيلها لكي ان شاء الله يستفيدوا الفلاحين.